اوكي. طبعا السلام عليكم ورحمة الله جميعا، معكم ماجد تاج. ماجد تاج، صوتي واضح تمام، الاوديو تمام، بسم الله. طبعا انا خريج جامعة الشارقة من 2018، وحاليا يعني انا architectural engineer الحمد لله، ولكن بالإضافة إلى ذلك I have my passion إن أكون my passion من زمان اللي هو يكون graphic designer، وبالإضافة إنه في عندي الرسم، محب يعجبني أرسم، يعجبني أروح للحاجات اللي هي الإبداعية والكرياتيف بشكل عام، فيعجبني to explore الحاجات اللي هي الغريبة، الحاجات اللي مثلا على سبيل المثال كيف مثلا واحد ينحت الخشب، كيف ممكن واحد في الخراطة، كيف different styles of creative things. بالإضافة إنه مثلا music making، قربت في الميوزك، قربت في التصوير، قربت في كذا شغلة، فمع الوقت الواحد يتكون معه مكتبة من الخبرات ومكتبة من الايدياز، وكمان الاطلاع اونلاين، ولا حتى لو تروح ورشات او تروح مثلا مصانع او شيء، يكون عندك ايدياز اعمق of how things work و how things manufactured، وكيف من النهاية يكون عندك الفاينل برودكت. فهذا كيف كله يتأثر فيك؟ يتأثر من ناحية انه الواحد يكون more insight، يكون في عنده more insight more clarification للأفكار حقه، ما يكونش ضايع، ما يكونش مبهم عنده الأفكار، ما يكونش مثلا ماشي على بياض، يكون عنده على الأقل حبل يمشي عليه. فهذا الحبل هو مفتاح كل شيء، يعني من ناحية العمل، من ناحية الجرافيكس، ومن ناحية كثير أمور في الحياة. فضروري الواحد يكون عنده knowledge بكذا شغلة، حتى ولو هو مثلا ما يحب أو شوية غريب أو you know شوية uncomfortable، it's good to go to the to the next level, next step. طبعا about me، زي ما قلت لكم أنا خريج architectural engineering، وعطيت بعض الكورسات لل architectural design وال architectural sketching عفوا، عطيت في نور ايلاند في الشارقة، وبرضه عطيت كمان في كلبة ارت جاليري ارت سنتر هناك في كلباء في الشارقة، وكمان زي ما انتم تشوفوا هنا يعني بعض الجوائز وبعض الشهادات وهنا وهناك. بس كمان صممت النادي اليمني، البافيليون اليمني في جلوبال داي، I'll put the picture later. فكمان الحمد لله لقاء في التلفزيون عن رحلتي في الجرافيك ديزاين والاركتكتشر والرسم الى اخره من الامور. طبعا اشتغل انا بيسكلي مش فقط اركتكتشر، كمان اعمل لشركات و وكلاينتس بالنسبة للبوسترز، ملابس، لوجوز، كتير أمور، حتى يعني كومباني لوجو، كومباني ايدنتيتيز، زي بروشرز، سوي كتيبات للشركات وهكذا. طبعا البوسترات هذه واحدة من السايدز اللي ملمة في الجرافيك ديزاين. فالجرافيك ديزاين بيسكلي عبارة عن ايش؟ يعني انت او انت كمصممة او مصمم، ايش الفكرة من الجرافيك ديزاين او البوستر؟ الجرافيك ديزاين عالم كبير. فبيسكلي البوسترز هذه عبارة عن طريقة توجيه لك للفكرة حقك للمشاهد، you know. فبيسكلي أنا عملت هنا مثلا للتدكس البوستر، كنت أنا في تدكس أورجنايزر، فهذا ممكن تشوف الأكس كان حقنا الثيم دريم بليف أتشيف. فالفكرة إنه كانت كل الناس في العالم يكون معهم هدف واحد اللي يحققوا الأحلام بتمنيهم وتطبيقه الى الواقع. فهذه هي الاكس، الحق تدكس شكلت كل احلام البشر، وهذا برضه كان بوستر لتدكس ينحط فيه كوت وامور فور سوشيال ميديا. طبعا هذه ايس كريم مانيفاكتشرنج بروسيس، هذه بعضه برضه هذا محل يسوي تنظيف سيارات وورشه عمل وكذا، فعملت لهم برايسنج. هذا بوستر ديزاين لاركتكت، واحدة من أوائل البوسترات اللي عملتها في الجامعة. وهذا البوستر عبارة عن رحلة دبي، رحلة مدينة دبي منذ البداية
فين كانت وإلى المستقبل ليش بتستوي. وطبعا هذا البوستر كيف بينته بشكل واحد يتعمق فيه شوية بشكل مفصل نوعا ما. فبيسكلي عندك البوليتيكال باورز وعندك الايكونومي وعندك الاركتكتشر، بعد عندك 3 زونز، عندك 3 سيكشنز عمودي، وافقيا يكون عندك التايم لاين. فبيسكلي ممكن هنا تشوف على السريع بوريكم طبعا كيف دبي كانت والبوليتيكال باورز وايش صارت ايكونوميكلي من البدايه، كيف طلعت ايكونوميكلي واركتكتشرلي فين كانت بالحصون وعشاش وبيوت صغيرة وتطورت إلى بيوت وعماير وأنفاق وقصور إلى iconic buildings وتحطم أرقام قياسية على مستوى العالم. طبعا you can also use graphic design في الـ architecture work presentations وحتى ممكن brochures وإعلانات. هذا بالنسبة لي البوسترز. فبيسكلي إيش اللي نحن ممكن نعرف من البوسترز، what can it be done، مش فقط انه مجرد رسمه ولا تكست ولا اي شيء نورمال. architectural او قصدي سوري graphic design elements can be using fine art illustration زي ما هنا اللي هي الرسم، ممكن يكون digital، ممكن يكون canvas scanned او photographs. typography اللي هي لعب بالتكست، typography سواء بنوع الخط بسماكة الخط بالفونت باللغات بشو مثلا هنا الدبيوغرافي it's like type of typography، يعني استعملت اللغة حق دبي وشكلت من الصفر. هذا طبعا ما عندي فونت انا، هذا كله سويت الشغل من الصفر، اخذت الاليمنتس من اللوجو حق دبي وبدأت ابني شويه من الدي شويه من اليو شويه من الاي، قليل 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 استوى معي فونت ممكن تقول فقط سويت هذا خاص لي الجمله هذه. ومعانا فيكتور الستريشن، فيكتور الستريشن اللي هي الرسم عن طريق الماثماتيكال جيومتري، بعد الحين بوريكم ان شاء الله. 3D modeling يكون في 3D modeling كان architectural stuff، engineering drawings يعني نفس الelements يمكن هو architectural أو engineering stuff. بالنسبة لللوجوز عملت عدة لوجوهات لعدة شركات، منها خاصة منها commercial منها startups منها نوادي منها artistic منها competitions منها مطاعم منها. فزي ما تشوف مثلا هنا عام زايد هذا قدمته officially لكن إن شاء الله ما قدر أفعل. هنا صرح الاتحاد، كل هذا عبارة، هذا على الفكرة ده اللوجو مش 3D موديلينج، هذا كله وهم، هذا كله 2D work، ما فيش أي 3D في الموضوع. فهذا الطريقة بوريكم ياتي في الكلاسات القادمة إن شاء الله. طبعا هذا سوري عفوا عزكم الله، ولكن هذا كان competition واستعملت أنا 3D model للشوز، هذا 3D model بس حولته الى 2D artwork والتلوين والفاينل برودكت استوى في ادوبي الستريتر. طبعا هذا اللي يحب الكالكولس اهداء. وهذا اللي تعرفه جون اوليفر لاست ويك تونايت سويت لوجو بالعربي. ايبيتي ديزاين بالملخص المفيد اتس ماي اون بيرسونال براند، اقدم فيه الارت اند ديزاين، اسوي فيه تيشيرت، اعمل بودكاست او اسوي ميوزك حتى يعني. وطبعا ايفيتي ديزاين او كلمه ايفيتي اجت من مشتقه من بوزيتيفيتي كريتيفيتي كونكتيفيتي بيرفكتيفيتي واوبجكتيفيتي الى اخره. من ناحيه التيشيرتس يو كان يوز جرافيك ديزاين في هذا التصاميم، يو كان يوز ات في حاجات ارتستيك، يو كان يوز ات فور كوميرشال ستاف، يو كان يوز ات فور يور اون ارت ورك، ف يو كان اولسو تو funny stuff if you want to. You can use 3D glasses. This design actually works. Yeah, like 100% works. And I have studied how 3D anaglyph works. Yeah, you can actually watch, you can see this in 3D. حاجات بعيدة حاجات قريبة. You can do patterns, you can do pixel art, you can do text, you can do Korean stuff, you know, photographs converted to images. Direct scan وتصليح قليل بالفوتوشوب. You can do illusions. تقدر تسوي كثير حاجات. كثير كثير حاجات you can do. It's unlimited work. Unlimited ideas. Unlimited potential. You can do also بالنسبة للديزاين you can do covers للميوزك if you're doing مثلا
singing ولا تعزف أي شيء. You can do cover work. It actually helps a lot. بالنسبة للآرتس حتى تقدر تسوي آرت ورك بالجرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين لا يقتصر فقط على اللوجوهات ولا رسمة بسيطة، لا، it can be illustration ممكن صور. هذا سويته لمطعم، عمل لمطعم، ممكن يكون like crayon work، ممكن يكون acrylic work، ممكن يكون sketching. حتى المانوال sketching يعتبر graphic design. ممكن هذا doodling، ممكن هذا طبعا تشوفون انتم خربشة، ولكن it's actually made using MS-DOS painting software. فهذا كان testing just to show you that it can be، مش لازم يكون like high-end windows ولا حاجة. يعني انا قربت ب MS-DOS software for coloring for programs اللي يسوي فيه software. This is just an experiment. You know, brochures. Graphic design can be also in architectural. طبعا كيف تسوي materials، كيف تبين هذا 3D modeling. فأنا بس حاليا أوريكم كيف البوتنشال لي الجرافيك ديزاين في كتير حاجات. هذا السكشن it's a 3D work مع قليل touches بالفوتوشوب. هذا completely 3D work مع cloth simulation. هذا عملت عمل لمطعم أساس تنطبع background للجدران. مطعم باكستاني، ولكن they like the work الحمد لله. كل هذا 3D materials. المهم هذه part of the things that you can do. وبسم الله نبدأ الدرس الكورس المبدئي. فحالياً ممكن واحد يسأل what is a graphic design. Graphic design it's a profession for conveying information للدماغ. فbasically أنت بالنهاية أنت information artist. وكيف تبين الinformation هذا للشخص؟ عن طريق الصور، عن طريق الرسومات، عن طريق اللوجوز، عن طريق التايبوغرافي. مثلاً كلمة ماجد هنا كاليغرافي، ولكن رسم حر. فاين آرتس ممكن حتى الموشن. فبيسيكلي ممكن تسوي you can do video. حتى videos it's also available. وكل هذه الأمور حتى الموشن اللي هو طبعاً الفيديو ولا الموشن جرافيكس وده كله يسهم إنك أنت تنتقل الفكرة حقك وتنقله إلى المشاهد. كيف تنقل المشاهد؟ عن طريق هذه الألمنت. ممكن تجمعهم مع بعض، ممكن يكون like artistic images مثلاً تعمل فوتوشوت أو whatever. This also considered graphic design in a form. طبعاً who is a graphic designer؟ زي ما قلنا an information artist، a visual communicator، ويستعمل كتير أمور من اللغويات أو الرمزيات. منها semiotics. Semiotics اللي هو إيش؟ The study of signs and symbols, what they mean and how they're used. Basically الرموز مثلاً زي حق الشوارع street signs، الأسهم، القف، exclamation mark، المطبات، هذا كله semiotics. كيف أنت توصل أو تحول رمز إلى معنى الناس تفهمه وتطبق إيش الفكرة منه. هل إن كان تحذير أو إن كان وعي أو إن كان you know it depends. لوجوغرافي زي ما مثلاً كلمة شكل and أو ampersand basically أو at. هذه كلها characters. لوجو كتابي يرمز إلى معنى معين. you know أول ما كانش في at، اخترعوا لنا at علشان الإيميل، ما كانش فيه قبله رسائل طبعاً. iconography اللي هي use of symbols to represent ideas in a way for a religious أو أي icon مثلاً رمز ديني أو رمز جهة معينة أو أي حاجة مثلاً مدرسة، جامعة، whatever. هذا الايكون حق الشركة أو حق المقر أو حق الجهة، ده رمز حقه. فهذا it's part of the design of how to convey المعنى والidentity حق الorganization ده إلى العالم. ideography هو يكون مثلاً على سبيل المثال اللغة الصينية. اللغة الصينية عبارة عن رموز، عبارة عن strokes. يعني مثلاً تحط stroke 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 طلع لك رمز، طلع لك idea، يعني عبارة عن رمز يوحي إلى شيء معين. فهذا الرمز اللي يوحي إلى شيء معين تحولت إلى لغات، تحولت إلى اللغة الهندية، الصيني، الياباني، الكوري. طبعا الياباني والكوري مشتق من التشاينيز. فهذه الايديا من وراء الايديوغرافي. طبعا هنا ممكن نشوف بعض الصور. ف
نشوف كمية الجرافيك ديزاين في الصورة هذه. هذه طبعا مصورة في أكيهابرا بطوكيو، فممكن احنا نشوف يعني العدد لا محدود من الجرافيك ديزاين. بعض الأمثلة منها بعض الأمثلة من الجرافيك ديزاين ممكن نقول اللي هي كلمة سوفت ماب، التكست الياباني هنا، سيجا اتس لوجو اتس ان ايكون. طبعا الانمي ارت هنا عبارة عن illustration برضو جرافيك ديزاين مع التلوين مع الشيدنج مع الاركتكتشر حق مبنى سيجا كامل اتس جرافيك ديزاين لحاله، يعني خلاف اتس ان اركتكتشرال ثينج، ولكن الريدنس حقه يوحي الى الايدنتيتي حق سيجا، فاتس لايك بارت اوف ذا كلتشر حق سيجا اللون، فاتس بارت اوف جرافيك ديزاين. برضو كذلك ممكن نقول الساينج حق المحلات، ممكن نقول الساينج حق الشوارع مثلا البي والاي، ومثلا هذا حق محطة قطار اعتقد. فكل هذا عبارة عن جرافيك ديزاين. كذلك هنا نفس الحالة، اعلانات، ساينجز، لوجوز، بوسترز، شعارات، محلات، شركات، كل هذا عبارة عن جرافيك ديزاين. كل هذا جرافيك ديزاين. فالعالم كله من محيطكم، لا يخلو من الجرافيك ديزاين، وهذا شيء جدا مهم الآن في العالم الحديث. ف one of the tools that you can start with graphic designing اللي هي الفكرة. Okay, thank you. ف part of the graphic design ideas بداية يكون عن طريق sketching. لازم sketching ضروري. It's one of the main steps to have an idea في البداية. فبيسكلي معاكم الأقلام، سكتشز، في معاكم سكرين بينتينج، هذا بالنسبة للمانجا يعني شوية ديب. فحالياً عرفنا هو إذا جرافيك ديزاينر، بس إيش يدخل في دماغ الجرافيك ديزاينر؟ فبيسكلي أهم شيء للجرافيك ديزاينر إنه يكون عنده قدرة اطلاع غير عن الناس. كيف يعني؟ على سبيل المثال، أقرب مثال ممكن أعطيكم الحين، ممكن أعطيكم مثال. Yeah. Okay, I don't have any example حاليا. ولكن على سبيل المثال خلينا ناخذ القلم هذا. Okay. ده القلم يعتبر قلم عادي، ولكن هذا قلم يختلف عن هذا القلم، يختلف عن هذا القلم، يختلف عن ده القلم، you know؟ بالنهاية كلهم أقلام، لكن إيش الفرق بينهم؟ فمين اللي يفهم ده الحاجات اللي يستعمل الأمور هذه، اللي متعمق بالحاجات هذه، اللي يهتم مثلا بنوع التب حق القلم هذا غير عن هذا. ليش يستعمل هذا؟ ليش ما يستعمل شيء ثاني؟ ليش ما يستعملش قلم كتابي؟ كل هذا لانه الاوبزرفيشن حق الديزاين للقلم نفسه. مثلا انا والله اريح لي استعمل هذا النوع لانه مثلا سمك التب مناسب لي اكثر. ممكن تصميم القلم او الطول كامل مناسب لي ليدي للحركه للسموثنس للاوبجكتيف اللي ذات اي وونت تو درو. فهذا بارت اوف ذا اوبزرفيشن. وات ميكس ذا ديزاين ا جود ديزاين، وات ميكس ا بن ا جود بن. فهذا كله يعتمد من نظره الشخص للاكسبيرينسز اللي عنده، سواء كان نورمال بن، قلم كتابي عادي، او قلم او الوان او وات ايفر. فهذا الديزاين ذا ديزاين سمبل، ولكن ممكن يكون مزعج لي. ليش؟ لانه مع الاستخدام بتجت سليبري، ما اقدرش يتزحلق من اليد. فايتس باد ديزاين. فمين اللي يعرف هذا؟ الجرافيك ديزاينر والبرودكت ديزاينر والديزاينر بشكل عام، يعني هم اللي يعرفوا واتس سوتبل فور ذا بيرسون، واتس جريت تو ورك وذ ذا يوزر. فاليوزر مش ضروري يكون مستخدم، ممكن يكون مشاهد، ممكن يكون جمهور، يعني اوت اول وركس. فبيسكلي بعد ما يجمع كل الماتيريالز من خلينا نقول observations، من research، من كل شيء، يبدأ يعمل تحليل. ليش هذا تمام؟ ليش هذا مش تمام؟ ليش هذا لونه أوكي؟ ليش هذا ما يمشي؟ ليش you know different ideas that can play with. مع الوقت يعني كل السنين ويلاحظ ويسافر ويجي ويروح يتعلم كثير. بالنهاية كل المعلومات اللي يتخزن فيها من information، من تاريخ، من ثقافة، من ده كل بعدين يتطبق إلى الواقع. فهذا من هاي that's what makes a good designer with a, from a bad designer. هذا المبادئ أساساً، واحد يكون مطلع.
فحاليا نشتي نعرف كيف بدأ ده كله، من ايش الاساس هذا كله. فايز ات اوكي وذ يو جايز؟ هل اكمل ولا يعني هل اسرع ولا كيف؟ ولا از ات اوكي وذ يو؟ ممكن از ات فاين وذ يو جايز؟ شود اي سبيد اب؟ اوكي تمام. فدحين ايش بداية الجرافيك ديزاين او بداية الهيستوري بشكل عام؟ الجرافيك ديزاين كان عبارة عن رموز زي ما نشوف حق الكيفمن، كلها عبارة عن بيكتشرز، كان بيكتوغرامز. بيكتوغرامز اللي هي رسم تصويري يستنبط الفكرة المعنوية الى قصة، يو نو اتس ستوري. فمثلا ممكن نقول يعني هذه عبارة عن قبيلة كانت تحارب وكانت تصيد وكانت مع ثقافة وزراعة يعني it's a whole story بجدار واحد، ما بالكم بكثير جدران في العالم القديم. كذلك هنا عندكم الكفوف، هذه الكفوف كيف كانوا يسووها؟ كان يحط الكف فوق الجدار حق الكهف، بعدين كان معهم زي سترو، والسترو يكون فيها باودر من معدن خاص، بعد المعدن بس يحطوا اليد على الجدار ويبداوا ينفخوا نفخه، فعشان كده يستوي طبعه اليد. هذا بارت اوف ذا جرافيك ديزاين كمان، بس هذه بدايات. بعدين اتطورت اللغات وتطورت الحضارات والثقافات، استوى عندك البيكتوغرام اللي هي عباره عن رموز ودلالات، وتطورت الى نقوش وحروف. هنا مثلا عندكم الزبور، كذا صفحة من الزبور من اللغات القديمة، وهذه من الكتابات السبئية، وسمى كمان المسند، تسمى المسند، والمسند كمان فيها السبئي والقطباني والحضرمي والميناوي والإثيوبي وأنواع وأشكال. كذلك ممكن نحن نقول في الجرافيك ديزاين اللي هي زي ما قلنا البيكتوغرام الأديوغرام، أعتقد أديوغرام يا. فاللغة الصينية كمان عبارة عن رموز. من فين طلعت الرموز؟ من ملاحظات. فأنت كديزاينر لازم تلاحظ العالم حولك. فإيش اللي استوى؟ هم شافوا جبال، استوى هكذا، استوى هكذا، استوى هكذا، طلع رمز. شمس كانت يعني هذا حقهم الرمز. طورت 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 استوى هذا اللوجو. نفس الشيء للحيوانات. فبيسكلي اللغة الصينية زي ما قلنا الملاحظة هذيك، إنه اللغة عبارة عن كمان نوع من جرافيك ديزاين. كذلك كل لغات العالم، كل لغات العالم it's like side of sides للوجو ديزاين. اللغة البراهيمية، السامرائية، المسمارية وغيرها غيرها غيرها كثير، هذا كله part of the logo design. واللوجو ديزاين عبارة برضه جزء من الجرافيك. مين اللي الآن طور الموضوع ده كله؟ مين اللي عمل ريفولوشن للقصة هذه كلها؟ يوهانس جوتنبرغ. طبعا اعتقد عارفين القصة هذه، انه هو اللي طور التايب سيتنج، يسمونه التايب سيتنج. والتايب سيتنج عبارة عن قطع حديد تنحت فيه الحروف، بعدين الحروف هذه ترتب in a sideways manner زي ما هذا هنا كيف الكتاب، بعدين تطبع فوق صفحة، تكبس كبس صفحة صفحة، تكبس كبس، تتغير الحروف، تتغير الصفحات إلى ما تتكون الكتاب، إلى ما يخلص الكتاب كامل بهذه الطريقة. طبعا قبل ما يكتبوا، قبل ما يكون جوتنبرغ اكتشف هذا الشيء واخترع الآلة هذه، كانت الكتب تكتب يدوي. كل النسخ الموجودة في العالم كانت تكتب يدويا. حلو، هذا الهيستوري. بعدين بعد ما جوتنبرغ سوى الديزاين وعمل الكتب وطورت الأمور وده، بدأوا الديزاينرز يحاولوا يطوروا القصة من كتب فقط إلى رسم وشعارات وورق، بدأ الورق ينتشر وبدأت الحياة تزدهر والثقافة تزيد وده. فالآن في الديزاينرز أيام الستينات والخمسينات كانوا إيش يستعملوا؟ الثلاثينات طبعا ما كانش في كمبيوترز، ما كانش في أي شيء، فكانوا معتمدين مانولي، فكانوا معتمدين فقط على المانوال ورك اللي هو عبارة عن التي سكويرز، المثلثات،
فرنش كيرفز، الالات هذه كلها كانوا يسووها مانولي، من كتابات، من نقوش، من زخارف، من باترنز، من كله كانوا يستعملوا الرموز هذه او التولز هذه قصدي، يحولوها الى الارت ورك. واذا اي غلطه بسيطه، اي غلطه بسيطه راحت فيها خلاص الرسمه، يو هاف تو دو ات اجين من الصفر. فطبعا هذه الورق يسموها تايب سيترز. تايب سيترز عباره عن ورق شفاف في بالتكست، والتكست هذا يحفرون حفر على الورقه على الصفحه. ايش اللي يستوي؟ زي ما تقول لك زي ستامب، كان ذير ستامبنج ليتر. فلازم يسطروها على واحد واحد، يسطروا على حرف حرف، يجمعوها جنب بعض علشان يكون معاهم تايتل الجريده ولا تايتل المجله. فكل فونت له حق التايب سيت خاص فيه. وعندهم ملزمين، هم للاسف شديد في هذاك الوقت هم ملزمين ب ب ب سايزز معينه 3 8 18 16 32، ما يقدروش يلعبوا بينهم بين، لانه ما عندهم، هم ملتزمين فقط بالورق هذا الموجود عندهم. فهذا هم كانوا كيف كانوا يسووا القراءه زمان، كله مانوال ورك، كله مانوال ورك زي ما انت تشوف هنا، بيلينج وقص ولصق واكشن كوبي بيست، وكل هذا جاي من مانوال وورلد، الاقلام والفرقال وال... yeah. هذا الرولر عباره عن بعد ما هم يسووا التايب سيتنج، يخلصوا الارت، يخلصوا كل شيء، يفرشوا لاير زي الصمغ او لاير بروتكتيف، هذا الرولر يجلسوا بس يفحصوا انه تمام على الورقه علشان يثبت كل شيء. اوكي، فهذا بيفور. افتر، ايش اللي صار افتر؟ ديجيتال وورلد. الان العالم كله استوى ديجيتال، كل الدنيا استوى ديجيتال الان. فايش اللي تغير في 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 التصميم؟ اللي تغير في التصميم انه الاخ الكريم اسمه جون وارنوك هو اللي اخترع الادوبي الستريتر. ليش؟ لانه شاف زوجته هي جرافيك ديزاينر، فجرافيك ديزاينر هي كانت معتمده على المانوال وورلد، العالم ده كله والغلط والمشاكل، وده في اي غلطه بسيطه ولا شيء يقصونه بالكتر بالمشترط، شويه شويه دي سكراتش توف ده. فهو رجال ماثماتيشن، فطور فكره انه كان يشتغل اعتقد في 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 مجال البترول وكذا. فاللي سوى انه هي ديزاين سمثينج يوزينج ماث ذات كرييتس جرافيكال انترفيس او جرافيكال ديزاين بشكل بسيط، بشكل ايزي وخفيف وسريع. و والرجال هذا اتضح انه هو كو فاوندر لادوبي، واخترع اول بروجرام سواه للشركه ادوبي الستريتر. متى؟ في 1987، في ذاك الزمان. فوتوشوب اجى بعدين، فوتوشوب اجى لاحقا 1990. بيسكلي اخترعوا انه شخصين من اندستري لايت اند ماجيك علشان افلام ستار وورز. فبعدين لوكاس فيلم اشترى حقهم البروجرام واستعملوا للستار وورز، حقهم السيوف والافكتس كله عن طريق الفوتوشوب. فاتس كويت اولد اكشلي، بس اول شيء كان الستريتر مش الفوتوشوب اقدم حاجه. طبعا انديزاين اجى بعدين. فايش الفرق بينهم الادوبي الستريتر والفوتوشوب والانديزاين وغيرها من برامج؟ الفرق بينهم ايش؟ انه واحد فيكتور وواحد راستر. زي ما قلنا انه جون وارنوك هو ماثماتيشن، فبيسكلي عمل بروجرام عن طريق الماث. فالفرق بينهم وبين الفوتوشوب، فيكتور عباره عن ماثماتيكال جيومتري، اتس لايك بيور ماث، بيور كالكوليشن، بيور كيرفز، اي حاجه درسناها في الكالكولس، في الكالكولس 1، كالكولس 2، فيزكس، وات ايفر، كل هذه عباره عن ماثماتيكال جيومتري. تحولت الى شيبس، تحول الى كيرفز، تحول الى اشكال، الى الوان، الى كله كومبيوتيشنال. فبيسكلي الجرافيك كارد ما بيكونش له عنده الثقل الكبير اللي يطلع الصوره زي ما الفوتوشوب، لانه بيكسلز. فبيسكلي دحين بشرح لكم اياه كيف بالضبط. حاليا بالنسبه للفيكسلز في عندكم كذا كذا برنامج، مش الالستريتر هو فقط الوحيد، في افينيتي ديزاينر، وندرفول سوفت وير، انكسكيب فري، كورال درو برضه يعتبر ستاندرد، اوتوكاد يو كان اولسو يوز ات ان فيكسل جرافيكس لانه it can export mathematical geometry anyways. SketchUp also can export mathematical or vector graphics in 2D. بالنسبه للراستر عباره عن بيكسلز، فيو كان يوز فوتوشوب، يو كان يوز افينيتي فوتوز، ان كان يو انتو مانجا، يو كان دو يوز مانجا اي اكس، يو كان يوز جيمب، جيمب از فري سوفت وير، كورل بينتر از اوسم فور ارتست، كليب ستوديو، ارتريج، عندكم مليان حاجات. Publishing يجمع ما بين الفوتوشوب والالستريتر من ناحيه انه اتس نوت ان اديتر، ولكن it combines
الالستريشن ورك مع الفوتوشوب ارت ذات يو كريتد ويحولها الى بابليكيشن الى لاي اوت. اتس بيسيكلي لاي اوت بيست بروجرام. فهذا يعتمد فيه اكثر شيء للمجلات، يعتمد فيه للجرائد، يعتمد فيه للبروشرات او يو نو mostly like paper printed stuff. InDesign is perfect for it, you know. I use it also quite often. كمان البريمير برو it crashes a lot. في الناس الان يحولوا لدافنشي ريزولف free software. By the way, it's really powerful, معتمد من هوليوود. Basically it's a color correction software, ولكن it's used for people that are more advanced stuff بالنسبه للايديتنج. Houdini, Nuke, After Effects, Lightroom, كل هذا يعتمد للاستوديو للهوليوود. بالنسبه لل 3D موديلنج رندرنج وجيم انجنز معكم بلندر 3 ماكس ليميان، هذا كل البرامج هذه ما فيش داعي انه تخاف والله اوكي ليش انا بدخل البرامج دي، ليش بسوي ده. هذا كله عباره عن it's like what specific to your need, what do you need exactly. زي ما قلت لكم if you want to draw manga you have this, you have this, you have this. If you want to do pure photo editing you have this, you have this. على حسب 3D موديلنج عالم لحاله، تكستشرينج عالم لحاله. كويكس ذا هاف اميزنج ميجا سكانز عباره عن مثلا ريالستيك ماتيريالز، ريالستيك خشب، كونكريت، معادن. اتس اميزنج كله. بعدين الشكل اللي انت تسوونه يو بوت ات ان يور فيفرت 3 دي موديلنج سوفت وير ويتش از نوت فور ناو، اتس كوايت ادفانس. Gaming engines also حاليا كل الجيمز or most of the games that are using the software it's being used, you know, بهذول الاثنين usually, and they're really powerful. فهذا كله يبدأ من الفكرة من الإلستريشن. طور إلى 3D program إلى 3D model. بالنهاية يستوي معك عالم. فكل هذا is like interconnected mesh. فالآن ممكن نقول إيش الفرق بين الفكتور والراستر؟ الفرق بينهم إيش؟ زي ما هنا نشوف الفكتور عبارة عن points mathematical curves يشكل الشيب الفلاني، بينما راستر عبارة عن pixel based. هنا أبغى example ثاني، هنا يوريك كيف شكل حرف الـ E هنا in a vector graphic. in a bitmap graphic it's like pixel based. فالفرق إنه هنا مش نظيف نهائياً. sorry هنا بالـ bitmap مش نظيف نهائياً، بينما الـ vector graphic is really really clean. هنا بعض المثال الثاني. إيش الفوائد بين الـ vector والـ raster؟ فبيسكلي الفيكتور زي ما قلنا اتماث اخف على الكمبيوتر على الجي بي يو والبروسيسور، وكل التعديلات يكون بلمح البصر. بعدين كمان اتس براكتيكال لانه سريع وعملي، ممكن يروح من اي شكل اي تعديل اي الوان اي افكت كان دو ات طوالي. اتس ريلي ريلي باورفول فلكسيبل واديتبل، ممكن اي حد يستعمل الفايل ويعدل فيه ويرجع بلا ما يخاف انه والله ثبتنا على الشكل الفلاني دن خلاص اوف. هذا الغلطة فين تستوي في الراستر اللي هو الفوتوشوب اللي بيكسل بيست. سكيلابل يعني إيش؟ ممكن تسوي لوجو ده القياس this size logo. You can resize it إلى عمارة كاملة and does not lose quality. ليش؟ لأنه it's vector based. فلما هو vector based it's amazing. والله it's really really powerful. ما في بقى شيء مشكلة للكمبيوتر إنه خفيف جدا ويتحمل very very detailed work. Very detailed work يتحمل ببساطة. وحقه الفايل سايز is really really small في الميجاز. إذا أنت سويت مثلاً سويت شغل بوسترز ولا سويت whatever intense work you've done in illustrator file، النتيجة إن كان PDF إن كان SVG إن كان illustrator file يوصل like 10 ميجا 16 ميجا كتر لو 40 60 ميجا إن كان هو دسم. بينما الراستر ديزاين عبارة عن geometry، عبارة عن بيكسلز هذه تكون كثيفة. كل ما تزيد البيكسلز كثافة البيكسلز كل ما يزيد حجم الفايل. فبالتالي الجرافيك كارد يحاول يضخ أكثر كمية ممكنة من البيكسلز in one second. فعشان كده يقول لك مثلا 60 فريم بير سكند ولا 120 فريم بير سكند، كم مرة الجرافيك كارد يعطي بيكسلز للشاشة. ف the more pixels you have وجرافيك كارد ما يساعد أو سيستم ما يساعد بيثقل الكمبيوتر. عشان كده نحتاج رام، عشان كده نحتاج بيتر بي سي. هذا خاصه اذا انت تستعملي او تستعمل تعديل صور ولا بوسترز ولا شيء. بس اهم نقطه انه واحده من الاغلاط الكبيره انه واحد يعمل لوجو او تصميم بالفوتوشوب. اتس رونج، توتالي رونج. لازم يكون بالفكتور، لازم يكون بالالستريتر او ما يساويها، لازم يكون فيه.
ليش؟ لان اللوجو ما يخسر حقه الكواليتي، ما يخسر حقه البروبرتيز، ان كان الوان ان كان شادو ان كان ذا، ما يتعطل نهائيا. بينما الراستر مجرد ما انت سويت لاين، بس رسمت لاين اكزاكتلي زي الورقه والقلم، رسمت لاين خلاص دان، يو كانوت اديت ات اول، هذا خلاص ذات ات، اتس ديستركتيف. ونون ديستركتيف بالنسبه للفيكتور، ديستركتيف يعني خلاص مجرد ما انت حطيت الايفكت وحطيت السايز وريسايز وعملت راستر دان، خلاص اوف، يو كانوت اديت اني مور. If you want to edit, you have to erase again, or you do warping, or you do any of these like destructive effects. بالمقابل ما تقدر تسوي scaling، لأنك أنت إذا سويت scale من صورة صغيرة إلى صورة كبيرة، بتلاقي البكسلات مليان pixelation, which is actually it's a bad graphic design practice. إذا أنت تشتي تسوي design في البداية، أو إذا تحب أنت تسوي graphic design أو صورة من البدايه وحابه تستعمل فوتوشوب، لازم تعرف ايش المقاس بالضبط اللي هاف تو يوز. يمكن استعملتي 72 بي بي اي، يو كانوت انلارج ات، اف يو انلارج ات بيكون تو بيكسليتد، اتس باد، فيو هاف تو دو ات اول اوفر اجين. نفس الشيء للصوره الكبيره، اف يو وانت تو سكيل ات سمولر وسيفتي، خلاص يو جيت سلوكت وذ سمولر سايز، يو كانوت انلارج ات. سويت سكيل اب pixelation again, so it's a bad thing to start with. In can logos or brochures or whatever. إذا كان photo خلاص يعني إذا الفوتو نفسه بعدين import it to Illustrator. That's what I usually do. Then my vector is completely clean, editable. كل شيء amazing. فقلنا نحن في PPI وفي DPI. إيش الفرق بين DPI وال PPI؟ الفرق بين DPI وال PPI أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، basically عبارة عن DPI هو dots per inch، هذا يستعملونه في الطباعة. فDPI basically أنت ممكن لو تستعمل برنامج على scanning اللي تسوي scan، يقول لك مثلاً 300 DPI ولا 600 DPI ولا 1200 DPI whatever the scanner يطلع معك. فDPI يعمل كم dot per inch you can print. نفس الشيء الطباعة you can scan أفضل. طباعة نفس الحالة. ف basically إيش الأيديا من وراء هذا DPI؟ هذا ضروري متى يفيدكم؟ بيفيدكم if you want to create a document for printing. لازم تعرفوا كم dots per inch you're doing. إذا سويتوا bad quality بيكون 72 DPI، ما بيكونش resolution عالي. شوف هنا كيف الصورة. 72 DPI it's nothing. كل ما تزيدوا بال DPI بال dots per inch، كل ما يكون الكواليتي حق الصورة أفضل. And that's a very good design practice to do. أنا أعطيكم هذا في البداية ليش؟ Just to have an idea what's a good practice, what's a bad practice من البداية. So you don't have any like issues. Well, oh, ليش أنا سويت 600 DPI؟ المفروض ليش ما سويت 300؟ هذا السبب. عرفتوا كيف؟ فبيسكلي هذا عندك الإنك كارترج ينفث by electromagnetic pulses، ينفث الحبر على الورقة بشكل electromagnetic electrostatic عفوا على الصفحة. فعندكم الأربع الإنكس هذول، الأربع الإنكس هم اللي يسووا الصورة، هم اللي يكونوا الصورة. فبيسكلي الأربع الإنكس هذول إيش يسموهم؟ سموهم CYMK اللي هي ايش؟ CYMK اللي هي cyan ازرق، ماجنتا اللي هو البينك احمر، Y اللي هو اليلو، والكي اللي هو بلاك. ليش سمونه كي؟ لانه هو اساس كل اللوحة. ان كان تعدل في البرايتنس والكونتراست بسبب الكي هذا، الصورة بتنوت كت ريزلت ذات سنين. فهنا ممكن تشوفوا الانك نوزل، لازم كيف الصورة تبان. صورة طول عليكم شوية، ولكن it's important to understand. Basically أنت لو تقرب الصورة للميكروسكوب، الميكروسكوب على الصفحة هذه you'll see these dots. حتى إذا تشوف أي كتب you'll find these dots. ده الفرق. هذا PPI pixel per inch، هذا هو عبارة عن pixels. dots هذا real life pages. فهذا example كيف طلع اللون هذا in screen in monitor. on print يتكون من CYMK. فبيسكلي يعمل ميكس قليل ازرق مع قليل اصفر that makes us green، مع قليل اسود نقاط اسود، ويطلع لنا الشيد هذا، you know. وكذلك يطبق على كل النوع، كل الالوان اللي تشوفوها بالكتب والمجلات الى اخره من الاحبار. بينما البيكسل بر انش او البي بي اي بيكون شاشات اونلي، دي بي اي سكرينز اونلي، سوري برينتر اونلي، PPI screens only. الفرق بينه وبين ال DPI إيش؟ PPI هو pixel per inch، كم pixel بالإنش الواحد.
فهنا عندك الاكزامبل 1 انش 1 بي بي اي عندك اونلي 1 بيكسل 2 بي بي اي يعني مستوى زي الانفلكس زي استوى زي ضعف ضعف المسافه يعني 2 بيكسلز بير 1 انش بير 1 سايد 2 بيكسلز 2 و 2 4 بيكسل 4 بي بي اي استوى عندك 4 بيكسل بير انش بالسطر الواحد وهكذا يزيد ويزيد ويزيد كل ما زاد عدد البيكسلز بير انش كل ما زادت كثافه الشاشه ونقاوته كل ما زادت حده الالوان كل ما زادت الكونتراست كل ما زادت الفاريشن حق الالوان اللي ممكن تلاقيها فالشاشات عاده ممكن تلاقيها 16 مليون كولرز 16 مليون كولرز هذه مينيمم الحين في نيو تكنولوجيز الان وصلت 1 تريليون كولرز 1 بليون كولرز موجوده حتى بالموبايلات الان فهذه التكنولوجيا عباره عن الشاشات كيف البيكسلز حقها انت ما تشوف ايش الان بالواضح ولكن هذا لما تقرب عينك او تشوف بالميكروسكوب هذا هو البيكسلز في السكرين والانتنسيتي حق الار والجي والبي اللي هو الريد والجرين والبلو هو اللي يطلع لك الالوان بكل انواعها وبكل اطيافها فهنا ممكن نشوف الاكزامبل بسيط هذا عندك الريد جرين والبلو اللي هو ار جي بي كل بيكسل يختلف عن الاخر بالبوزيشن حقه ولكن الالتريشن حقه مثل يعني متى يشتغل الجرين متى يشتغل البلو متى يشتغل الريد والفولتجز اللي يطلع بين كل لون ولون يطلع لك الاختلاف الشيد حق اللون اللي يطلع لك اياه فهذا بيسكلي عباره عن دايجرام بسيط يعني اسف اي ونت تكنيكال ولكن things you have to know as a designer of how things work نوعا ما بس in a speedy way عباره عن LCD backlight كشافه بيسكلي كشافه يعبر عبر الكترونز وفولتج كنترولرز وده علشان يعطي كل بيكسل حقه البرايتنس كل بيكسل له حقه برايتنس اختلاف البرايتنس يعطيه لون مختلف فهذا بيسكلي الملخص المفيد حق بالنسبه لي البي بي اي فواحد انت لما تسوي لي بيسكلي ليش اقول هذا الشيء اذا انت بتصمم للموبايل او بتصمم للديسكتوب او بتصمم لسمارت واتشز يو نو حقك البي بي اي المفروض يكون يعني مناسب للاوتبوت حقك لفين انت بتعرض فعلى حسب المكان العرض بينفع اذا انت سويت كثير دسم ما بينفيدك اذا انت سويت كثير ضعيف اذا سويت مثلا خلينا نقول 72 بي بي اي فرضا سويت صوره وقهاست وكل شيء ديزاين 72 بي بي اي وانت بتعرضها على تلفزيون 4K it will look bad it will look really really bad فحط في بالك انت what's your output فعشان كده تحط انت كم 300 كم بي بي اي ديد فور يور اوت بوت ان كان لوجو ان كان وات ايفر يعني ايش حقيقه ان كان فيديو ان كان ديزاين ان كان وات ايفر فانت حط في بالك الايديا او حط في بالك الايديا فين ايش البي بي اي ذات يو يوز فور ذا فاينل اوت كم اذا بستعمل بسمارت واتش 72 او اقل دزنت ماتر لانه شاشه اصلا صغيره اني anyway. ما تفرق معك ذا مور ذا بيتر اف يو يوزينج بيجر سمنه bigger format. فحاليا هذا كله what's your application what will you apply on it ايش الهدف منه basically you can use it زي ما شفتوا سابقا بالبوسترز تيشيرتس كابس برودكتس باكجز لوجوز بالموبايل ايكونز مع ايكونز الانترفيس ملابس انجينيرينج ماجازين بروشور ساينج كل هذه الحاجات you can use it in and even more even car design people use illustration or fine arts work you know فكل هذا يعني مفتوح المجال للعالم اجمعين يعني it's up to you you are the creative person you have to understand what you want you need to really know what's your outcome what do you want to do فهذا الفرق بين الgood designer والbad designer النهاية بالذات اهم شيء انه الواحد يكون مطلع واحد يكون واعي واحد يكون يعرف ايش اللي يدور حوله في العالم والحمد لله يعني قدرنا نوصل للمرحله هذه وباذن الله next lesson بنتعرف على الواتس فونت ايش هو الفونت ايش هو التكست what types of font ايش الانواع وليش هكذا استوى وليش مثلا في تي مثلا ابو زوايا وليش في حرف الياء مثلا انواع الخط فهذا بعطيكم brief ideas وكمان بعطيكم elements of design و principles of design
ايش مبادئ التصميم؟ what makes a good design, what makes a bad design, ايش المبادئ, ايش الحاجات اللي you can play with, what things that you can't play with different. وطبعا بعطيكم demonstration بسيطة of how to create a design بشكل سريع, بعدين منعطيكم ان شاء الله intro to Adobe Illustrator في حالة ان كان سمح لنا الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much. Thank you very much. Thank you a lot. في أي عندكم questions؟ إذا في عندكم أي questions أنا حاضر. I'll stop recording.